أنا أصلي صلاة الحاجة عندما يطرأ لي حادث معين أو أحتاج إلى شيء معين، هل لها أصل؟ وقد قرأت بأنها ركعتان ويدعو بعدهما المسلم. نعم، هذا ورد في حديث، وأنه إذا كان له حاجة يصلي ركعتين ثم يسأل الله حاجته. نعم، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. بالنسبة لصلاة العصر يقول